عجبنا كيفاش تحول الشخصية والملامح والكومبورتمون نتاع الاكتور، كيفاش من الاول هو كان خايف من امه، كيفاش كان ديما كيفاش يقعد وكيفاش يتحرك، وبعد كيفاش ولا فرحان، كيفاش ولا يعبر، وكيفاش وجهه ملامح وكيفاش يتحرك وكيفاش يتكلم وكل شيء. وانت بنزرتية؟ تسكن في بنزرت؟ شنو اسمك تمام؟ جست الاسم فرح. شرفوا بك فرح. لو فات انه ثم سينما يحل في بنزرت. يعني هما قالوا قبل يحكيوا على الكاليتي، قال لك الكاليتي خايب، احنا نحمدوا ربي اللي عملوا لنا سينما، مش لازم نحكيوا على الكاليتي. قبل كيفاش كنت تعمل؟ قبل ما كانش معناها عندنا سينما، ما خلطتش يعني، حتى كنت ما كانش فما سينما. حاجه كبيره معناها، حاجه مهمه بالنسبه لينا، معناها انه اللي عندي سينما نوليو نجي نتفرج في افلام، حطوا لنا مسرحيات، معناها حاجه باهيه برشا. قداش من مره جيت لهم اللي حل في اكتوبر 2015؟ برشا مرات، 8 مرات حاجه. ايه برشا مرات. فين عام تقرا؟ شنو؟ فين سنه تقرا؟ دوزيام. ان شاء الله بنجح. وانت؟ شرفوا بيك ساعة. شو اسمك؟ نرجس. شرفوا بيك نرجس. كيفاش ظهر لك الفيلم وشنو هي موقفك من انه ثم فضاء ثقافي في بنزرت؟ سي بيان دايوغ، عندي انا هذه ثاني مرة نجي لهنا، كل مرة تعجبني البروجيكسيون. سيتي صحيح الايماج ما كانتش باهية برشا، اما سيتي بيان. عندنا لا شونس انا نتفرجوا في دي فيلم مشاو للفيستيفال وربحوا دي جوائز. سي بيان كوميم اني نقعد نستناها حتى يهبط الفيلم على الانترنت وبيراتي ونتفرج في بيراتي. سي بيان، حلوه الفكره وفما مسرحيات ديجا تري بيان. قداش من مره جيت للماجستيك من اللي حال في اكتوبر؟ هذه ثاني ولا ثالث برشا، ما جيتش برشا الحقيقه. وقبل كيفاش كنت تعمل يعني؟ نستنى فيلم حتى يهبط بيراتي على الانترنت. يعيشك رحمه. عسلامه. عسلامه. والله سبا مش خايب، حلو. شنو اللي مش خايب وشنو الحلو؟ كيفاش طرح الوضعيه نتاع العبد في وسط عائلته، كيفاش يتعامل معاهم، كيفاش يتعامل مع لونتوراج نتاعو، وبعديك كيفاش حاول يتحرر من الضغوطات اللي متكومه عليه. معناها قا روحو ضايع اون فيت، معناها بعد سنين تعديو 25 سنه من عمر هادي تعديو في الفارغ، ما ربح منهم شيء. بعديك كي قال الفرصه اللي هو باش يتحرر انا وحكينا على الفيلم، تو باش نحكيو على القاعة اللي تبث فيها الفيلم. لو فات انه اسباس كيف نادي موجود اليوم في بنزرت، انت شنو بدلك في حياتك يعني كتونسية عايشة في بنزرت؟ اسباس هذا تعمل السنة، هو فريمون لقينا شنو نعملوا. باغ اكزومبل كل سامدي بعد القراية نجيو لهنا نتفرجوا في فيلم في مسرحية، حتى أصحابنا ولاو عندهم لوبورتينيتي اللي هما يجيو لهنا يمثلوا وإحنا نجيو نتفرجوا فيهم. معناها خلق مجال باش إحنا نزيدوا نثقفوا رواحنا ونزيدوا نعرفوا حاجات ونبداو كولتيفي، معناها مش نقعدوا نتفرجوا كان وحدنا في الدار في فيلم، معناها نجيو مع أصحابنا نجيبوا ميكرا نجيبوا حاجات نعملوا جو مع بعضنا نتفرجوا في حاجة. وشنو هي انت تأمل، شنو هو حلمك بنزرت ثقافيا؟ نحب يكثروا لي زيسباسي اللي كيما هكا، يتحلونا دي سينما اخرين، يتحلونا فضائيات احنا نبراتيكيو فيهم المسرح، نبراتيكيو فيهم الغناء، نخرجوا الطاقات اللي فينا، معناها ما نقعدوش محبوسين كيف هادي قبل، ما نقعدوش محبوسين في رواحنا.